من الصحفيين بزيارة مدينة العيون في الصحراء الغربية. وكانت المدينة قد شهدت في الأسبوع الماضي مواجهات بين صحراويين مساندين لجبهة بوليساريو وقوات الأمن المغربية. بدت شوارع مدينة العيون التي تعد من أكبر مدن الصحراء الغربية هادئة وخالية إلا من بعض المارة. بعد أسبوع من حدوث مواجهات حي معطلة، ما زالت قوات الأمن معسكرة في أهم مواقع المدينة. آثار عمليات الدهم شاهدة على حدة الغليان. نحن شعب مضطهد 32 ساعة، 32 سنة من الاضطهاد، 32 سنة من القمع. أنا أقول هذا الكلام، أعرف أن مصيري في خطر وأعرف، ولكن لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، الاستقلال، أريد الاستقلال. غير بعيد عن حي معطلة وأمام سجن المدينة رابط بعض أمهات وأخوات المعتقلين في تلك الأحداث. أولاد راه قادرين يخدموا بالرملة، يتموا يخلصوا بالرملة، إلا كاميون من الرملة يخلصوا به. إحنا أولاد راه مالهم ينقلعوا من خيراتهم ويخدموا فيها الأجنبيين عليه. السلطات المغربية عللت أسباب ما حصل برفض إحدى العائلات نقل ابنها سجين الحق العام إلى سجن بأكادير، وزادت أن الصحراويين استغلوا الحادثة لبدء أعمال شغب وحرق العلم المغربي وتخريب منشآت عامة. هذا الحدث ديال ترحيل سجين استغل فيها الظرفية هذه لإطارة زوبعة إعلامية اللي بطبيعة الحال استغل فيها الوجود ديال الشعب مقهور إلى آخره، الأطروحات المعروفة ديال جبهة البوليزاريو. أعمال الشغب مع الأسف اللي هي وقعت أدت بنا إلى تدخل، لأنه لابد من حماية الممتلكات ومن حفظ النظام العام. وبكلمات أخرى، فإن أحداث العيون تلخص مدى هشاشة اتفاقية وقف إطلاق النار الموقع منذ عام 91 بين المغرب وجبهة البوليساريو. إذ تظل المنطقة مرشحة لمزيد من التصعيد ولربما لاشتعال فتيل الحرب مجددا ما لم تعجل كل أطراف النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية أكد أن جهود المنظمة وصلت إلى الباب المسدود. حسن الراشدي، الجزيرة، العيون.